السلام عليكم. اليوم في شيوة أم وليد إن شاء الله راح ندير لكم ديكيش، يعني عجينة سهلة بزاف ولي كيش يجو بنان بزاف. إن شاء الله تعجبكم طريقتي. يعني هنا يعني كاين الأخوات اللي وجدوا يعني لي فون دو تاع لي كيش في الكونجيلاتور باش وقت الحاجة، خاصة في شهر رمضان نقصوا لروحهم تاع باش وقت الحاجة يجبدوا يعمروهم فقط ويطيبوهم. أنا اليوم راح نعطيكم وصفة سهلة بزاف، يعني الوقت اللي تحضري فيها الحشوة تكون وجدت العجينة تاعك، يعني ما با 5 دقائق توجد العجينة، يعني بلا ما تكون عندك يعني تحضير مسبق للعجينة. وش نقولكم، يعني العجينة بزاف سهلة وبزاف بنينة، خاصة المرأة العاملة تدخلي للدار يعني ربع ساعة توجدي لي كيش تاعك. وش راح نحتاج فيهم؟ راح نحتاج فيهم 250 غرام تاع الفارينة، 100 مللتر تاع الزيت، 100 مللتر تاع الماء دافي، ومغرف صغيرة تاع خميرة الخبز والملح. اذا نبدا مباشرة في طريقة التحضير. هذه العجينة واش حنخلطوها؟ ماشي حنخلطوها بيدينا، يعني مش راح تستعملي كامل يدك في هذه العجينة. كما قلت لكم عجينة بزاف سهلة، راح نخلطها في هذه العلبة. تكون عندك اي علبة بلاستيكة في الدار يعني تستعمليها. واش راح ندير؟ راح ندير الفارينة، راح نجرب كيفاش نعبرها لكم بالكاس. كاين اللي ما عندهمش الميزان، هذا الكاس يفد 240 مللتر اللي دائما نقيس به. نعبروا لكم هنا، نشوف شحال فيها 250 غرام، شحال ترفد لنا من كاس. اذا هذا الكاس الاول، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه لانها بزاف سهله. الكاس الثاني حوالي 2 كيسان تخرج لنا، شوفوني مليح لهنا شحال كاين، حوالي 2 كاس، قل من نص كما رانا نشوفوا. اللي عندها الميزان احسن، 2 كيسان وربع تاع الفارينه. ندلهم مغرف صغيرة تاع خميرة الخبز، نخلطهم. ندلهم الملح. وهاد العجينة تنفع حتى حبيتي ديرو اون تارت سكري تزيدي لها 50 غرام تاع السكر، وإلا درتيها مالحة ديري الملح فقط. نخلطها مليح. اذا ندلهم الزيت، نشوفوا شحال يرفد الكاس، 100 مللتر، نص كاس تاع الزيت. ونص كاس تاع الماء دافي. هنا واش ندير؟ ما نمسهاش كامل، نغلق العلبة تاعي. تبعوني مليح، ما قلت لكم عملية سهلة. ونبدأ نخلط. بهذه الطريقة، ما قلت لكم ما كاش أسهل من هذه العجينة. ها هي العجينة تاعي واجدة، ها هي، نلمها فقط، نلمها بدون عجن. إذا ها هي العجينة تاعي، نلمها فقط بيدي بلا تخلط. ها هي العجينة تاعي واجدة، ها هي، ما كاش اسهل منها، ما تعجنوهاش، ها هي واجدة. نخليها في العلبة تاعها تسترح وكذا. ونجوز باش نعمل الحشوة تاعي اليوم. راح ندير لكم انكيش بالبصل، يعني البصل فقط والفرماج، سهلة وتجي بنينة. نوجد البصل تاعي ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا راه جازت عليا حوالي 15 دقيقة، العجينة تاعي راهي ريحت، الوقت اللي طيبت فيه البصل تاعي يعني حاجه سريعه. راح نحتاج شويه تاع المعدنوس، فرماج رابي، حبه تاع البيض، نص كاس تاع الحليب يعني على حسب الكميه اللي نديرها، شويه فرماج طري، وليمول ندير فيهم لي كيش تاعنا. اي مول عندك مدورين ولا هكا دي باركات ولا واش عندك، ولا حبيتي ديري ان مول كبير، انت واش عندك في الدار. هنا نصيحه فقط، هنا ماشي شرط، انا اليوم حنديرهم لكم يعني دي كيش بالبصل، يعني سبيسياليتي بصل، لكن نتوما حبيتوهم ذوق اخر، مثلا ديروا لهم طون، او عندكم دجاج تاع البارح يعني طيبتي حمرتيه وبقالك،
او درتيهم ثوم، بقاولك دي بولات. يعني دائما نحاولوا كيفاش ما نرمو حتى حاجه من الطبخ تاعنا البايت. يعني تقدري تستغليه، يعني ديري غير العجينه عمريهم، ديرهم الفرماج، تقدري ما طيبش كامل البصل. ما كان اليوم انا حندير لكم بالبصل، هذا البصل واش راح ندير له؟ راح ندير له المعدنوس. البصل هذا طيبته بشويه ملح وشويه فلفل الكحل، ما تكتروش الملح لانه راح نديروا الفرماج. كما تعرفوا الفرماج يجي مالح، كما رانا نشوفوا بهذه الطريقه. ها هو الفاص تاعنا واجده. واش راح ندير؟ راح نحكم العجينه تاعي، راهي ارتاحت. كما قلت لكم ما كاش اسهل من هذه الوصفه، ما كاش تقول لي يعني ما عندناش الوقت ولا. ها هي عجينه سهله بزاف طريه، شوفوا تخدميها يعني بكل سهوله كما رانا نشوفوا، يعني بلا ما تفتحي، بلا تعب، بلا والو. يعني نتمنى والله غير نسهل كامل على المراه العامله حتى اللي قاعده في الدار، وعلاش لا، نقصوا لروحنا التعب ونديروا حاجه شابه لولادنا. نزيد وحده، شوفوا شحال سهله العجينه. كما قلت لكم بالك تعجنوها بيديكم، خلطوها فقط بالبلاره راح توجد العجينه معنا. ها هي، نزيد شويه، تخصكم زيدوا عادي، وتجي العجينه بزاف طريه وتجي هشيشه. ونطيبوه مباشره يعني بلا ما تريح، بلا حتى شيء، هكذا. ها هي، نكتفي بهذا الاثنين. واش راح ندير؟ راح نثقبها شويه بالفرشيطه هكذا، راح ندير شويه تاع الحشو، شويه تاع البصل. يعني كميه قليله راح تدلك، يعني كميه ما شاء الله تاع الكيش. هكا نبدلو شويه خصوصا شهر رمضان راهو جاي ان شاء الله. بهذه الطريقه انا نحب نحكم هذا الفرماج هذا طري. نبي قلت لكم ما تكتروش الملح بزاف، كيما نعرفوا لي فرماج يجيو حلوين. نحكم شويه وندير مرصوات بهذه الطريقه، يعطينا مذاق اللي كيش تاوعنا بهذه الطريقه. الان حنوجد لاباغي اللي نفرخها من فوق في لي كيش. واش راح ندير؟ انا حندير كميه قليله، راح ندير نص كاس تاع الحليب فقط مع حبه تاع بيض، الملح كميه قليله كما قلت لكم ما تكتروش الملح، وشويه تاع فلفل اسود. نخلطهم، هاكا المراه ما عندهاش عذر تقول ما عنديش الوقت ولا، يعني كل شيء واجد وكل شيء ساهل. واش راح ندير؟ نعمر هذوك لي كيش تاوعي بهاد لاباغي اللي درتها تاع الحليب والبيض، غير بالمغرف لانهم لي كيش يجو صغار ويجو بريزونطابل، يجو شابين. نزيد الاخرى ويجو خفاف في بلاصة البوراك كتغيير فقط، والحشو يبقى اختياري كما قلت لكم. اذا نحكم كميه تاع الفرماج غابي وندلهم من الفوق بهذه الطريقه على الوجه تاعهم. نزيد لهذه، اذا ندخلهم الفوق على 180 200 درجه. كي تشوفوهم طابوا شعلهم من الفوق شويه يحمروا فقط يعطونا وجه، ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هما اللي كيش تاوعي بعد ما طابوا، ها هما شوفوا كيفاش يجوا. العجينه تاعهم بزاف شابه وبزاف بنان وبزاف سهلين. نتمنى انكم تجربوهم ويجيو ويعجبوكم. هنا لا فرق، ديروا واش حبيتوا. انا اليوم درت بالبصل والله غير يجوا بنان، رغم انهم ما فيهم لا لحوم لا دجاج، لكن يجوا بزاف بنان. نتمنى انكم تجربوهم. راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيفاش جا. شوفوا العجينه شحال هشيشه، شوفوا شحال طريه، تجي كروستيونت شويه وتجي بنينه، تجي طريه يعني تجي روعه. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم، غير ديروا لي جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه. حبيت نعلق على حاجه فقط، كاين اخوات يقولوا لي يعني على درجه الحراره تاع الفرن. هنا ما نقدرش نحدد درجه الحراره لانه كل وحده والفرن تاعها، يعني كاين في بعض الاحيان 180 درجه تاعي مش 180 درجه تاع وحده اخرى، كل وحده والفرن تاعها. كاين عندها تاع الغاز، كاين عندها تاع التريسيتي،
يعني على الأكثرية يعني 180 200 درجة، نطيبوا الحاجة تاعنا كتشوف فيها حمارت من تحت تشعينها من فوق باش تحمر لك تعطيها وجه. أتمنى أنهم عجبوكم، تابعوني على على صفحتي على الفيسبوك شهيوات أم والد، وإلى الملتقى إن شاء الله، وإلى اللقاء.